لانه الموضوع شبه معلوم بالنسبه لنا كلنا او بالنسبه للناس كلها، بس الحقيقه عمل رد فعل وضجه مش حلوه ابدا. يعني عارف يا كابتن، بيدي انطباع يعني انت الدوله تقوم بكل شيء لاقرار الامن وتحسين صوره البلد والسياحه والكلام ده، فلما يطلع خبر بهذا الشكل انا الحقيقه صدمت. ليه؟ لانه مش حادث لسه واقع امبارح، يعني مش يوم الجمعه اكتشفوا انه في كذا. هم كانوا بيحضروا، بيقولوا هم كانوا بيحضروا بشكل ممر مشرف مش يعني اللي هو دولاب بطوله، يعني بطوله او متحف زي ما يعني متحف، يعني متحف صغير بيتحط فيه طبعا زي اي اتحاد في العالم بطولاته وكاساته وميدالياتك وكل دوت. فيمكن انا بتفق مع حضرتك ان التوقيت كان غريب شويه. كانوا يقدروا يا كابتن هاني يسالوا قبل ما يعلنوا هذا الكلام، وان هم لان صيغه الخبر اللي طلعت من الاتحاد بتقول لغز، يعني الاتحاد المصري لكرة القدم يبحث عن السبب في ضياع الكؤوس التي فاز بها. تمام، يعني خبر كبير جدا طبعا. والله بجد يعني انا يعني اتخضيت لدرجة ان كل وسائل الاعلام العربية اللي هي حتى لها مكاتب في القاهرة ابتدوا يتصلوا بينا ويسألونا يا جماعة في ايه وده حصل امتى. فمية في المية ان هما كان المسؤولين في اتحاد الكرة او الموظفين الكبار يعني يقدروا يسألوا داخل الاتحاد، لانه انت النهاردة لما تيجي تقولي ان الكاس ده مكتوب قدامه ان احمد حسن نقطتين واحمد حسن، يعني انت بتلاقي ان هو اللي استلمه. ايوه بس هو هل من الطبيعي ان في طبعا احمد حسن لعيب كبير لا وهو كده هيستلمه كده هياخده ويمشي؟ يعني ما لا يعني لازم طبعا حضرتك انا لو اروح بالبيت مثلا يعني بالظبط، وانا لو رايح استلم الكاس هسلمه لك بورقه وهتسلمه لي تاني بورقه. ما ينفعش انه ايه تكتب قدامه بس كلمتين كده انه الكاس ده طرف جمال مثلا او طرف كابتن هاني. بس ما ينفعش يا استاذ جمال يتكتب حتى مهما كان اسم ده بيعتبر تراث للبلد، وده بالزبط بيعتبر بالزبط ملك بالزبط. مش هقول بقى ملك الاتحاد الكوره، ده ملك البلد. لا هو ملك للناس كمان للجماهير يعني طبيعي. فده دي حاجه صعبه جدا، وانا شايف موقف غريب. والخبر صدمني بشكل اخر، واللي صدمني اكتر كمان زي ما حضرتك بتقول ان كمان على مستوى السمعه شويه. انت بتتكلم الاتحاد الافريقي بعت لك دلوقتي بيقول بما معناه كده طبعا الخبر اساعدك يعني اساعدك واجي ادور معاك وبتاع. الموضوع هو في الاول وفي الاخر لا يقلل من ان مصر هي طبعا صاحبه البطولات، تاريخ مكتوب يعني يعني مش معنى انه ضياع كاس ان البطوله في حادث معين. يعني كان في حادثه وفي محضر شرطه بهذا الامر، وفي اليوم ده تحديدا اللي هو 9 مارس اظن 2013 كان في ظل الانفلات الامني الموجود تم كمان الاعتداء على نادي الشرطه اللي هو في الشارع بتاع الجبلية في نفس مزبوط المكان مزبوط. فهي الفكره كلها انه ده لا يقلل من انك انت بطل افريقيا، يعني هي بس اعلان الخبر كان ينقصه بعض الكياسه. ويعني قبل ما اعلن اكون انا عندي معلومه وعملت تحقيقي وشفت واقول ده وجهه نظري يعني.